خير يا شباب، يا رب تكونوا بخير. الفيديو ده هندي فيه ملخص سريع كده عن الهيت ترانسفير في الكورس بتاعكو، ونحل كام مسألة كده. أنا أوريدي كنت بعتت لكم السكشن ده قبل كده، بس خلينا نشرحه يعني الناس تبقى شايفة صوت وصورة. هو احنا في الكورس ده كنا بناخد قبل كده السنين اللي فاتت الدفعات اللي قبلكو، كنا بندي ثيرمو داينامكس وبعدين هيت ترانسفير. من الظروف حاليا انتوا اصلا ما خدتوش ثيرمو داينامكس، كله اللي خدتوه هيت ترانسفير. هيت ترانسفير يعني هو العلم اللي بيدرس ازاي الحرارة بتنتقل من جسم لجسم. انا عندي في لو كده في الفيزيكس بيقول ان الحرارة بتتنقل من الجسم الاعلى حرارة للجسم الاقل حرارة. بتتنقل بقى بكذا مود، يعني الحرارة ممكن تتنقل يا اما بالكوندكشن يا اما بالكونفكشن يا اما بالراديشن. الكوندكشن والكونفكشن لازم يكون في ميديم بينقل الحرارة دي، يعني لازم يكون في وسط الحرارة تمشي من خلاله. الكوندكشن الوسط ده بيكون حاجة ستاجننت، يعني أكيد حاجة ستاجننت يبقى هي السوليدز كلها، الحرارة بتنتقل خلال السوليدز عن طريق الكوندكشن. والجازز لو الجاز ده ستاجننت يعني الجاز ما بيتحركش فده كده اسمه كوندكشن برضو، فمش شرط كلمة جاز يعني كونفكشن. الكوندكشن ده بينقسم جزئين، جزء فيه هيت جنريشن وجزء without هيت جنريشن. الهيت جنريشن يعني ايه؟ يعني الجسم اللي انا بدرس انتقال الحرارة خلاله هو نفسه بيجنريت هيت. ده بيحصل فيه مثلا بيحصل فيه استاك الكهرباء، ان الالكتريكال انرجي اللي ماشية فيه السلك اللي هي الاي في الفي بتتحول الى طاقة حرارية عن طريق انها تسخن السلك، يعني الحرارة الكهرباء بتتحول لحرارة، فده كده فيه هيت جنريشن من السلك نفسه. وفي بقى without heat generation ان انا بدرس ان مثلا الجسم السوليد ده احد سطحي درجة حرارته اعلى من التاني، فالحرارة هتنتقل خلال السوليد ده عن طريق الكوندكشن. الكونفكشن هو مين اللي بيحصل في الجازز، بس لازم يكون الجاز ده بيتحرك سواء free او forced. الفري يعني ايه؟ يعني الجاز ده او الليكويد، قصدي الفلويد عامة، يعني في فلويد هنا الجاز او ليكويد، يعني مثلا زي ميه زي الهواء زي النيتروجين زي اي حاجه الحراره بتنتقل خلاله عن طريق الكونفكشن. الفري يبقى الجاز او الليكويد دول بيتحركوا لوحدهم من غير ما نحركهم. ازاي بيحصل الكلام ده؟ ان الجسم مثلا انا عندي سطح سخن، الهواء الملاصق للسطح ده بياخد منه حراره بيسخن، بياخدها ازاي؟ عن طريق الكوندكشن زي ما قلنا، لان الطبقه دي ما بتتحركش من الجاز. لما بتسخن كثافتها بتقل فبتطلع فوق وتيجي مكانها طبقة الباردة اللي كانت فوق تنزل مكانها، فالحركة دي حصلت ناتشرالي، حصلت من غير تدخل مني، فده كده اسمه free convection أو natural convection. طيب لو أنا حركت الفلويد ده مثلا، لو جبت مروحة أتحرك الجاز، فأنا كده أنا اللي بفورس الفلو إن هو يتحرك، فكده انتقال الحرارة خلال الوسيط ده اسمه forced convection. نفس الفكرة، ممكن أحرك ليكويد عن طريق بامب، البامب دي زي ترومبة البيت اللي عندنا في البيت بتزق المية تطلعها فوق، فدي اسمها فورس الكونفكشن. الفورس دي برضو فيها جزئين، حاجة انترنال وحاجة اكسترنال. يعني ايه انترنال؟ يعني الفلويد ماشي جوه سوليد سيرفيس زي ايه؟ زي ليكويد او جاز ماشي جوه ماسورة، ده كده اسمه انترنال فورس الكونفكشن. طب لو اكسترنال، يعني عندي سطح خارجي اللي الفلو بيعدي عليه من بره، زي ما احط ترابيزه وامشي عليها هواء من فوق، احط مروحه عند الترابيزه مثلا واشغلها، الفلو ده هيتحرك على الترابيزه من فوق، فده كده اسمه اكسترنال فلو. فكده ده الكوندكشن وده الكونفكشن. اخر حاجه بقى هي الراديشن. الراديشن هو الحاجه اللي مش محتاجه وسط تتنقل ليها، دي حاجه عباره عن الكترومagnetic ويف بتمشي في الفراغ، واي جسم في الدنيا اي جسم في الكون بيشاع حراره تتناسب، بيشاع كميه حراره تتناسب مع درجه حرارته، فبيشاع هو ويفز تتناسب مع درجه حرارته. الويفز دي تتنقل لجسم تاني ابرد تسخنه، زي ايه؟ زي الشمس. الشمس الهيت بتجيلنا من الشمس ازاي؟ عن طريق الكترومغناطيك ويف ماشيه في السبيس مش محتاج وسط تتنقل فيه، فبتوصل لنا على الارض فبتسخن الارض، فده كده الراديشن. فكده الراديشن بيتنقل من غير وسط، من غير ميديم. الكوندكشن بيتنقل مينلي في السوليدز او في الاستاجنان جازز، يعني الجازز او الليكويدز اللي ما بتتحركش. والكونفكشن بيتنقل في الجازز او الليكويدز لو هي بتتحرك، سواء اتحركت لوحدها او سواء انا حركتها. اوكي، انتوا مينلي خدتوا الكوندكشن بالتفصيل وعرفتوا سمعتوا عن الكونفكشن، بس ما دخلتوش في تفاصيل حسابات يعني. فهنبدأ نتكلم عن الكوندكشن في الفيديو ده. الكوندكشن هو ايه؟ ان انا زي ما قلنا حاجه بتتحرك جوه
particles stagnant ما بتتحركش زي السوليد زي الستاجنت فلويدز عامة ليكويد أو جاز. زي ما قلنا الكوندكشن هو بيحصل فيه حاجة stagnant solid أو stagnant gas أو liquid، وهو عبارة عن transfer of internal energy by collision of particles due to temperature gradient. يعني إيه الكلمتين دول؟ يعني لو أنا عندي حيطة زي دي كده، السطح اللي هنا عند حرارة معينة T2 مثلا، والسطح اللي هناك عند T1، و T1 أكبر من T2، فبالتالي الحرارة هتنتقل من T1 ل T2 عن طريق الكوندكشن جوه السوليد ده. بتحصل ازاي بقى على المايكروسكوبيك سكيل؟ ان البارتكل اللي هنا هو حرارته اعلى، فليه كاينيتيك انرجي اعلى من البارتكل اللي جنبيه، فهو بيتهز في مكانه، هز البارتكل اللي بيتهز في مكانه بطاقة اعلى من البارتكل اللي جنبيه، فعن طريق الاهتزاز ده هو بيدي جزء من طاقته للبارتكل اللي جنبيه فيزود الكاينيتيك انرجي بتاعته، فبالتالي حرارته هتزيد، بس طبعا هتكون اقل من T1 لان ده السورس اصلا اوف انرجي دلوقتي. وهكذا كل بارتكل يتهز في مكانه بكاينيتيك انرجي معينه تتناسب مع حرارته وينقلها للبارتكل اللي بعدين، فالحراره تفضل تنتقل من هنا لهنا عن طريق اهتزاز البارتكل في مكانه، فبيتصادم مع البارتكل اللي جنبه وينقل ليه الحراره. وهكذا في بقى فرويد لو ده حط لو كده بيوصف انتقال او كميه الحراره خلال او باي كوندكشن. هو بيقول ان كيو دي كميه الحراره، حاجه دي انرجي، دي بالوات او بالجول يعني جول بير سكند، بتساوي ماينس كي في الاي بارشال تي بارشال اكس. كي دي هي الثيرمال كوندكتيفيتي، دي البروبرتي بتاعت اي ماتيريال. يعني لو الحيطه دي مصنوعه من الطوب مثلا، هو دي كي بقيمه معينه بجيبها من جداول، لو من ستيل ليه كي تانية، لو كبر ليه كي تالتة، وهكذا. فدي بروبرتي عادية ما بتتحسبش، دي بتتجاب من جدول. اليونت بتاعتها وات بير متر كلفن. الاريا دي هي الاريا العمودية على اتجاه انتقال الحرارة. يعني لو الكيو ماشية كده بالمنظر ده من الشمال لليمين، هتبقى الاي هي اريا السطح ده العمودي على اتجاه انتقال الحرارة. بارشال تي بارشال اكس يعني تغير الحرارة في اتجاه اكس، تغير الحرارة في اتجاه اكس. ليه بارشال؟ لان ممكن الحرارة تكون كمان بتتغير في واي، بتتغير في زد، بتتغير مع التايم. بس احنا هنا في الكورس بتاعنا احنا واخدين 1 دي وستيدي، فبالتالي ستيدي يعني الحاجه ما بتتغيرش مع التايم، 1 دي يعني بتتغير مع اكس بس، فدي اقدر اقولها دي تي باي دي اكس لان ما عنديش تغيرات تانية. اوكي الانرجي ايكويشن بقى ده المنظر بتاعها، هي ليها فورم اكبر من كده بس ده بعد ما اختصرنا ترمات كتير يعني، ولسه هنختصر تاني. بتقول ان رو سي بي، سي بي دي هي الهيت كاباسيتي بتاعت الميديم اللي بتتنقل خلاله الحراره. لو انا برضو بجيبها من جداول، يعني رو دي من جدول، سي بي من جدول، كل دي بروبرتيز للماتيريال بجيبها من جداول بتاعتها. كل ماتيريال كده تفتح البروبرتيز بتاعتها بتتجاب من اي حته، من النت، من اي حته، ليها كي وليها لو رو وليها سي بي وليها كل حاجه تقدر تجيبها. يعني البارشال تي بارشال تايم دي تغير الحراره مع الزمن بيساوي كيو تريبل داش. تريبل داش دي يعني ده الهيت جنريشن بير يونت فوليوم. زي ما قلنا فوق ان في هيت جنريشن زي الهيت اللي معديه في سلك، فده بيجنريت هيت، فده لو قسمت كميه الحراره اللي طالعه دي اللي هي اي في الفي على الفوليوم بتاع السلك ده، هو ده الترم بتاع كيو تريبل داش زائد كي. وتغير بقى الحراره بارشال 2 تي بارشال اكس سكويرد في الاكس وفي الواي وفي الزد. طيب احنا قلنا احنا شغالين 1 دي، شغالين ستيدي. 1 دي يعني التغير في الاكس بس هو اللي معايا، ستيدي يعني الترم ده هيبقى بزيرو، مفيش تغير مع التايم، مفيش هيت جنريشن، يعني الكيو تريبل داش دي هتطير برضه. والكونستنت بروبرتس يعني اي حاجه محطوطه جوه الاشتقاق هتطلع بره، احنا اوريدي مطلعينهم بره هنا زي الكي مثلا. فيبقى ايه من كل المعادله اللي فوق دي؟ هيبقى ان كي بارشال 2 تي بارشال اكس سكويرد ايكوال زيرو. طيب اقدر اكمل دي مرتين عشان اجيب توزيع الحراره مع الاكس. لو كملت مره هقول ان بارشال تي بارشال اكس ايكوال سي 1، واكمل تاني هقول ان تي بتساوي سي 1 اكس زائد سي 2. عشان اجيب الثوابت دي بعمل ايه؟ بعوض بالباوندري كونديشنز. عندي اكس بزيرو اللي هو هنا مثلا، التي كانت بكام؟ كانت بتي 1، فلو حطيت اكس بزيرو هنا اقدر اجيب ان سي 2 بتساوي تي 1. طب عندي اكس بال اللي هي السي بتي 2، لو حطيت عند اكس بال تي بتي 2 هقدر اجيب ان تي 2 بتساوي سي 1 ال زائد تي 1، فالسي 1 بتساوي دلتا تي تغير في الحراره على ال. عوض بقى بسي 1 وسي 2 في الجنرال ايكويشن اللي هي دي، هيطلع ان تي بتساوي دلتا تي على ال في اكس زائد تي 1. ده كده التمبتشر ديستريبيوشن بتاع الحراره جوه الوول دي. يعني تقدر تقول لي عند اي اكس مثلا
الحرارة كانت بكام بمعلومية الحرارة في البداية وفي النهاية T1 والT2، وانت عارف ال L تقدر تقول لي ال temperature عند اي X بتساوي كام. اوكي، فورير كان قال ايه؟ كان قال ان كمية الحرارة اللي هتنتقل بتساوي ماينس كي في ال A partial T partial X. طيب من فوق احنا كنا جبنا ان partial T partial X بتساوي ايه؟ بتساوي الدلتا T على L، او يعني المعادلة اهي اشتق partial T partial X، هيطلع ان الترم ده دلتا T على L. طيب يبقى Q بتساوي ماينس كي في A T2 ناقص T1 على L. اقدر احط ال Q بالشكل ده اللي هي T1 ناقص T2 عشان T1 كانت اكبر على L على KA. ليه عملناها كده؟ عشان ال heat transfer هو علم شبه السيركتس اللي بتدرسوها بالظبط. يعني هناك انا كنت بقول ان i بتساوي ال v على r، هنا اقدر اقول ان q بتساوي دلتا t على r. هناك اللي كان بيحرك الكرنت هو فرق الجهد، هنا اللي بيحرك كمية الحرارة هو ايه؟ فرق درجات الحرارة. هناك كان عندي resistance، هنا برضو عندي resistance، فانا حولتها بالشكل ده عشان اقدر اعبر عنها بحاجة دلتا تي على ار ثيرمال. يعني كأن الكيو دي هي هناك الاي، دلتا تي هي هناك الدلتا في، والار ثيرمال هي هناك ار الكتريكال. واقدر استغل ده بقى في باقي الاشكال المعقدة شوية، يعني اثبتناها بالشكل البسيط وهنستخدمها في اشكال معقدة شوية. زي ايه؟ لو عندي كومبوزيت وول مثلا، فوق كان عندي حيطة واحدة، انا هنا عندي 3 حيطان موجودين في بعض، او 3 ماتيريالز مختلفين موجودين في بعض. زي ايه؟ زي الحيطة بتاعة البيت بتاعتك، بتكون مكونة من مثلا طوب، وبعديها مثلا اسمنت المونة يعني، وبعديها طبقة دهان. كل واحد من دول يمثل ريزيستنس معينة لانتقال الحرارة من T1 لحد T الأخيرة اللي هي T3 مثلا، أو TL مش عارف ايه TL. اوكي، فأقدر أقول إن Q بتساوي دلتا T على سيجما R، زي ما كنت بقول إن أنا عندي سيريز المقاومات متوصلة سيريز، وكنت بقول إن دلتا V على سيجما R. هنا نفس الفكرة، يبقى T1 T البداية ماينس TL T الأخيرة على summation ال R. إيه هو summation ال R هنا؟ ال R كانت لحيطة واحدة إلا على KA. هنا هتكون إيه؟ إلا على KA بتاعت الأولانية، وإلا على KA بتاعت التانية، وإلا على KA بتاعت التالتة. فده كده summation ال R. يبقى دلتا T total على R total هو كمية الحرارة اللي هتنتقل من البداية خالص للنهاية خالص. طيب هل ممكن أقسمها؟ يعني هل ممكن أقول إن T1 ماينس T3 على المقاومة دي زائد المقاومة دي هي نفس كمية الحرارة؟ أه طبعا ممكن تعمل كده، وممكن تثبتها رياضيا. أنا مش هثبتها، الموضوع بسيط جدا يعني. ومنطقيا إن كمية الحرارة اللي ماشية في الحيطة دي هي اللي ماشية في الحيطة دي، هي اللي ماشية في الحيطة دي، هي اللي ماشية من البداية للنهاية. ليه؟ لأن أنا ستدي، مفيش حاجة هتخزن الحرارة، كله هياخد كمية حرارة ويديها للي بعده. فبالتالي أنت لو عايز تعرف T3 مثلا هتعرفها ازاي؟ هتجيب كيو الاول من تي واحد ماينس تي تلاتة على اللي حسبناها دي، فكده انت معاك كيو برقم خلاص. هتكون هي نفس الكيو اللي لو خدتها من تي واحد ماينس تي تلاتة مثلا على المقاومة دي زائد المقاومة دي، يعني ال واحد على كي اي و ال اتنين على كي اي بتاعت بي. تمام كده؟ طيب لو عندي كومبوزيت وود بالشكل ده، عندي حطين متوصلين بارالل وبعدين متوصلين سيريز مع سي، بنفس الفكرة بتاعة السيركت، هقول إن المقاومة المكافئة بتساوي إيه؟ الاتنين دول متوصلين بارلل، فالإيكوفالنت بتاعهم هو ار اي ار بي على ار اي زائد ار بي، وبعدين دي متوصلة سيريز هجمعها عليهم، وبعدين هطرح هجيب الدلتا تي فوق تي واحد ماينس تي اتنين، يبقى الكيو بتساوي تي واحد ماينس تي اتنين على ار إيكوفالنت زي السيركت بالظبط. طيب لو عندي كل اللي فات ده كان بلين وول، كان حاجة كده بلين، حاجة مستطيلة، حاجة ليها سطح مستوي. لو عندي سلندر، ازاي بدرس انتقال الحرارة خلالها؟ دلوقتي دي تيوب مثلا، دي بايب، دي اي، دي ماسورة، دي ماسورة ليها سطح داخلي عندي تي 1 وليها سطح خارجي عندي تي 2. اوكي، عشان اجيب بنفس الفكرة الكيو بتساوي دلتا تي على الار، طب يبقى تي 1 ماينس تي 2 على ار بتاعة السلندر. ار بتاعة السلندر بتساوي ايه بقى؟ هي لين ار 2 على ار 1 على 2 باي كي ال. لين ار 2 على ار 1 على 2 باي كي ال، يبقى دلتا تي على الار دي بتساوي الكيو. طيب هل اللي جوه ده اقدر اعتبره ان هو اصلا كوندكشن؟ ده المفروض ماشي فيه فلويد، فيه فلويد بيتحرك، فقلنا فلويد بيتحرك يعني كونفكشن، فده كده بيمثل كونفكشن مش كوندكشن، فبالتالي ما اقدرش اتعامل معاه بالقصة دي.
لكن اقدر ازود ريزيستنس تعبر عن الكونفكشن، هنقولها تحت بس عشان كان في حد تقريبا بعد سألني ليه ما خدتش التمبريتشر عند السنتر لاين، لان ده اصلا كونفكشن مش كوندكشن، فما اقدرش اعبر عنه بالقصة اللي احنا بنعملها دلتا تي على ارضي، لكن هعبر عنه بشكل تاني دلوقتي. طيب لو رحنا للسفيريكال وول، يعني هي كورة بقى زي ما قلنا، هي كورة مجوفة وليها ثيكنس، يعني كأن كورة محطوطة جوه كورة، واللي بينهم ده الماتيريال سوليد، فالفلو بتاع الهيت هيمشي من هنا لهنا او العكس حسب مين اسخن من مين. فبنفس الفكرة كيو بتساوي دلتا تي اللي هي تي واحد ماينس تي اتنين على الار بتاعت السفير دي. الار هنا بتساوي ايه؟ بتساوي واحد على ار واحد ماينس واحد على ار اتنين على فور باي كي. كي دي هي بتاعت الماتيريال بتاعت السفير دي، تمام؟ طيب اخر ريزيستنس، اخر ريزيستنس انا قلت كل اللي فات ده كان كوندكشن. طب لو عندي كونفكشن بنفس الكونسبت هقدر اعبر عنه كريزيستنس ازاي؟ هو كيو كونفكشن عامه بتساوي حاجه اسمها الاتش في الاي في التي اس ماينس تي انفينيتي. اتش دي حاجه اسمها كونفكشن هيت ترانسفير كوفيشنت، ده كده حاجه هتبقى جيفن معاك كوفيشنت هيديهولك. المفروض لو كنت خدت كونفكشن كنت هتاخده ازاي تحسبه، بس هو في المرحله دي ده هيبقى جيفن معاك. الاي هي السيرفيس اريا بتاعت السطح ده، والتي اس هي درجه حراره السطح ده، تي انفينيتي درجه حراره السطح ده. طيب الكونفكشن عبر عنه ازاي كريزيستنس؟ بنفس الفكره ان كيو كانت بتساوي دلتا تي على ار. طب لو خدت انا الكيو، لو خدت الدلتا تي على الكيو مش هي الار، يبقى تي اس ماينس تي انفينيتي على الكيو اللي هي واحد على اتش اي هي الار، فبالتالي الار كونفكشن هي واحد على اتش اي. في حاجه اسمها كونفكشن ان وكونفكشن اوت. يعني ان يعني ايه اوت؟ ان اللي هو من ناحيه، يعني سي ان دي مثلا الحيطه بتاعت بيتنا عادي، فهنا عندك دهان، هنا عندك مونة اسمنت، هنا عندك طوب احمر من بره مثلا، فده كده الانسايد سيرفيس جوه البيت بتاعك، فده هسميه اتش اي وتي انفينيتي اي. اتش اي دي هي الكونفكشن هيت ترانسفير كوفيشنت من ناحيه السطح ده اللي هو الانر، يعني عشان كده اي. والتي انفينيتي اي هي درجه حراره الفلويد اللي موجود في السطح ده اللي هو الهواء جوه البيت مثلا جوه الاوضه بتاعتك. طب بره ده في الشارع هسميها اتش اوتر اللي هو الكونفكشن هيت ترانسفير كوفيشنت على الاوتر سيرفيس، وتي انفينيتي اوت هي نفس الحراره، نفس الفكره درجه الحراره بتاعت السطح اللي بره. فكده لو حبيت بقى احسب الهيت الكميه الحراره اللي هتتنقل من تي انفينيتي اي لتي انفينيتي اوت هعمل ايه؟ هحط الدلتا تي بتاعتي واخد كل المقاومات اللي ماشيه معايا في الطريق. اول مقاومه هي ايه؟ مقاومه الكونفكشن على السطح الخارجي على السطح الداخلي من هنا، وبعدين عندي كوندكشن هنا، وبعدين كوندكشن في النص، وبعدين كوندكشن في الاخر، وبعدين كونفكشن بره تاني، تمام؟ وبنفس الفكره اقدر اقسمها، مش لازم اخدها من البدايه للنهايه، ممكن اخدها من اي حراره لاي حراره تانية واقسم على المقاومات بين الحرارات اللي انا واخدها. يعني ممكن اخدها تي واحد ناقص تي اتنين على مقاومه الكوندكشن بس هنا، او تي واحد ماينس تي تلاته على مقاومه الكوندكشن هنا وهنا، وفي النهايه كلهم بيساوي نفس الكيو، لان احنا شغالين ستيدي، يعني مفيش حاجة بتتغير مع الزمن، يعني كمية الحرارة اللي داخلة من أي حتة لازم هتخرج الناحية التانية. ماشي، لو بصينا على الشيت بقى، الشيت بسيط أنا بعتهولكوا برضو، الدنيا بسيطة جدا فيه. خلينا نشوف أول واحدة. أول واحدة بيقول plain wall ليها thickness 30 مللي وسطحها واحد عند 320 درجة والتاني عند 400 درجة، عايز ال heat flux through the wall if it is constructed from plain carbon steel أو teflon أو concrete. طيب نشوف الحل. دي ال plain wall أهو، مديني ال thickness بتاعها 30 سم يعني 3 من 10 متر، و تي واحد بربعمية، تي اتنين بتلتمية وعشرين، وعايز يحسب Q في 3 حالات ل3 قيم ل K. هو قال ال heat flux، كلمة heat flux يعني ايه؟ يعني احنا كنا بنجيب ان Q بتساوي حاجة بالوات بالجوب بير سكند. طيب انا لو جبت الكيو دي لكل متر مربع من الحيطه دي ساعتها هسميها هيت فلكس، يعني بجيب كميه الحراره لكل متر مربع، ده كده اسمه فلكس، والفلكس ده بيكون يعني في ماس فلكس اللي هو الماس لكل متر مربع من الكروس سكشن اريا. وفي عندكم اعتقد في الالكتريك فيلد في حاجه اسمها فلكس برضو، هي نفس الفكره كلمه فلكس عامه، يعني حاجه بير يونت تايم بير يونت اريا. فهنا الهيت فلكس هو جول بير يونت تايم بير يونت اريا اللي هي وات بير متر سكوير. وبنكتبها ازاي؟ بنكتبها بشرطتين كده كيو وعليها دبل داش كده، دي اسمها الهيت فلكس.
كانت هناك بتساوي ايه؟ كيو بتساوي دلتا تي على ال على كي ايه. طب لو قسمت على ايه هيبقى لي كيو بتساوي دلتا تي على ال على كي. اوكي، فكل اللي انا هعمله ان انا هعوض مره بكي واحد ومره بكي اتنين ومره بكي تلاته، والدلتا تي زي ما هي مش هتتغير، دلتا تي زي ما هي مش هتتغير. دي عند كي بستين ونص، دي عند كي بواحد، دي عند كي ب 35 من 100، والباقي كله زي ما هو. طيب رقم اتنين، بيقول عنده ستيل واير الدايمتر بتاعه 2.5 سنتي والطول بتاعه 30 متر وعليه ابلايد فولتج 10 فولت، وبيقول ان الريسستيفيتي 70 × 10^7 أوم سنتي. بيقول ان الواير ده متغطي بالكتريكال انسيوليشن ماتيريال ليها ثيرمال كوندكتيفيتي ب 16 من 100 واط بير متر كلفن، والثيكنس بتاعها 0.5 سنتي، والسيرفس تمبرتشر بتاعت الانسيوليشن هي 40 درجة، درجة الحرارة الخارجية 40 درجة. عايز يحسب الواير سيرفس تمبرتشر. خلينا نشوف لو رسمنا الواير ده هيبقى عامل ازاي. عندي جوه الستيل واير ده اللي ماشي فيه الكرنت اصلا، وعندي ابلايد فولت، وبعدين اللي حواليه المتهشر ده هو ده الانسيوليشن، فده كده اسطوانة داخلية حواليها اسطوانة خارجية من الانسيوليشن. طب الاسطوانة الداخلية دي هل دي فيها هيت ماشية؟ دي عبارة عن زي ما قلنا قبل كده ان السلك ده الطاقة الكهربائية اللي فيه بتتحول لطاقة حرارية، فبالتالي السلك ده كله بيتولد فيه هيت، يعني فيه هيت جنريشن طالع من السلك ده كله، فما اقدرش اجيب التمبريتشر ديستريبيوشن جوه السلك ده، لكن اقدر اجيب ايه؟ اجيب اللي بره التمبريتشر ديستريبيوشن فيها، لان ده كوندكشن عادي، هو ده اللي درسناه فوق. طيب انا عايز اجيب درجة الحرارة بتاعت الانر سيرفيس بتاعت الانسيوليشن، او هي الاوتر سيرفيس بتاعت الواير اللي جوه، هجيبها ازاي؟ بنفس الفكرة عادي جدا، ان كيو زي ما قلنا بتساوي دلتا تي على ار. طيب انا عندي الدلتا تي فين؟ عندي تي واحد اللي انا مش عارفها، وعندي تي اتنين اللي بره اللي هي الـ40، دي ناقص دي على الار كوندكشن بتاعت الانسيوليشن دي هي الكيو. طب الكيو نفسها بتساوي ايه؟ احنا قلنا الطاقة الكهربية هتتحول لطاقة حرارية. طب الطاقة الكهربية هي ايه؟ هي الفي في الاي. اوكي، الفي في الاي هو كان مديني الريزستيفيتي ومديني الفولتج، في في اي اللي هي في سكويرد على ار، وار اقدر افكها برو اللي على ايه، يبقى في سكويرد على رو اللي على ايه اللي هي 100 × 70 × 10^9 عشان احولها لاوم متر، عشان هي كانت 70 × 10^7 أوم سنتي، في ال اللي هي 30 متر على الايه اللي هي باي على 4 × 25 من 1000 سكويرد. يبقى الهيت جنريشن اللي طالعة من السلك ده هي 23374 واط، يعني السلك ده هيجنريت هيت ب 23.3 كيلو واط. كل الهيت دي خلاص هتديسيبيت لبره بقى. طب انا عايز احسب درجة حرارة السطح الداخلي كام لو الخارجي كانت 40 درجة، ومعايا الثيكنس ومعايا كل حاجة. أحسبها إزاي؟ زي ما قلنا كيو بتساوي دلتا تي على ار، يبقى تي واحد ناقص 40، وار في حالة السلندر كانت بتساوي ايه؟ لين ار اتنين على ار واحد على 2 باي كي ال. وانت راسم رسمة خلاص هتعرف تجيب ال ار اتنين بكام، معاك الدايمتر اللي جوه ومعاك الثيكنس، هتعرف تجيب ال ار اتنين من ار واحد، يبقى 0.0175 على 0.0125 لين الكلام ده على 2 باي الكي ب 16 من 100 في ال ال. الكلام ده كان بيساوي ايه؟ هي 23374 دي، فاقدر من هنا اجيب ال تي واحد ب 307 degrees Celsius. يعني شوف الانسيوليشن ده السطح الداخلي ليه 300 درجة والسطح الخارجي 40 درجة بس، كل ده ضاع في الانسيوليشن. عشان كده هي دي فايدة الانسيوليشن، ان انت ما تحسش بالحرارة اللي خارجة من السلك ده، مع ان ممكن يكون جوه الحرارة بتاعته عالية جدا. طب ازاي بنعمل ده؟ عن طريق ان احنا بنختار ثيرمال كوندكتيفيتي قليلة. هنا كانت بكام؟ كانت ب 16 من 100. كل ما الرقم ده قل، كل ما الحرارة اللي بتتنقل، اللي هي لو كمية الحرارة هي هتلاقي درجة الحرارة اللي بره أقل بكتير من لو كي عالية. يعني كده الانسيوليشن ده هو مادة عازلة للحرارة، مادة ما بتنقلش حرارة، مادة ما بتحسش، بتخليك ما تحسش بالحرارة العالية اللي جوه. اوكي، والباقي بسيط بقى، يعني رقم 3 اللي كنت بعتها تقريبا 3 وكام مش عارف، 3 و4، هي زي اللي شرحناها فوق، ممكن تكملوا انتوا مع نفسكم. وزي ما وصل لكم يعني احنا موجودين على جروب واتساب ممكن نتناقش فيه مع بعض، واللي عنده سؤال يبعته بالطريقة المتفق عليها. وربنا معاكم ان شاء الله.